اسمي سيف عارف من دولة الإمارات العربية المتحدة. عندي 5 شهور اتدرب حق مواي تاي. انصحهم يلعبون هاي اللعبة عشان يعرفون كيف يدافعون عن نفسهم. وانا بنصح الكل يجرب هاي اللعبة لانها لعبة كتير حلوة فيها روح رياضية كتير منيحة. وانا بنصح اصحابي اللي هم يدربوا مواي تاي عشان هي بتساعد لياقتك وبتخليك اقوى. الرياضة دي علمتني ازاي اثق في نفسي وازاي اركز في الدراسة وقوت من شخصيتي. صراحة اليوم يعني هي فرصة ان نشوف مثل هالبطولة تصير عندنا في ابو ظبي في الامارات. فرصة الناس اللي حابة تتعلم عن اللعبة تشوف المهارات الموجودة في الفنون القتالية. Obviously Muay Thai is the hardest thing that you can do in fighting with elbows and knees. We hear there's some very good gyms in Abu Dhabi. ابني دخل في أجواء الماي تاي وشاف بصراحة اهتمام الاتحاد بالرياضة هذه. دخل الماي تاي وأخذ بطولة الدولة السنة اللي عدت. من هذاك بدأ مشوار الماي تاي. I'm actually a big Muay Thai fan. I have plans to go train in Thailand and I wanted to see what was going on here. I'm very excited.